تدخلي مازالوا صعاب كيف كيف ان شاء الله ساقينا تبقى على طاوله وان شاء الله نركزوا في الماتشات الجايه ان شاء الله. ماهر اليوم كيما عادتك عملت روندمون عندك تبارك الله سيرتو الجمعه هذه مازلت كيف جا مدت العقد مع سي اس اس. والله الحمد لله واحد يخدم على روحه سور تيران والتوفيق مع عند ربي وكا ماشي. احنا قاعدين تو ماشيين في السيكل باهي قاعدين ننتصروا لكن الناشر عندنا شويه نقائص ان شاء الله نحاولوا نخدموا خاطر اليوم نشوفوا في البريمير ميتون عملنا بريستاسيون باهي لكن دوزيام ميتون طحنا شويه في البيج نتاع الريزلتا لكن الحمد لله جاء الهدف الثالث اللي ضمننا به الانتصار ان شاء الله. ما المقابله الجايه نحاول نحسن الحاجات الخايبه ونزيدوا نخدموا الحاجات الباهيه ان شاء الله. اليوم البوبليك الفيراج يرجع هذه باش تمشي جمعيه معناتها كما تعرف كي تبدا جمعيه وراها جمهورها قدرة ربي تقعد ديما ماشيه في السكه الباهيه ان شاء الله. هذه يكون دافع معنوي باش نزيدوا نخدموا على رواحنا ونزيدوا ناكلوا اللي احنا رجعنا بقوه ان شاء الله. معنا لاعب تيرامي زريدي انتصار مهم لتسفيقسي خليه ماشي حافظ على الطليعه. صحيح انتصار مهم الحمد لله يا ربي في بلادنا ما لازمناش نساوموا الفريق محطوط في السكه الصحيحه ان شاء الله بقدره ربي معناها نخليو ساقينا في القاعه ما نهبلوش برشا. هذه بدايه البطوله مش غريب على النادي هذا صفاقسي الريزلتات اللي عم فيها توا مازال برشا ماتشوات مازال باركور طويل المفيد معناها نشدوا بالنسق هذايا لاخر البطوله ان شاء الله. بعدنا نحكيو على الملعب التونسي كما نعرفوا سي 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 يلعب كونتر الملعب التونسي يعيش في ظروف صعيبه فريقك الام مش نجم تقول. والله صحيح الملعب التونسي يعيش ظروف صعيبه ماهوش فريق الام مالوريزمون عديت فيه معناها فتره باهيه برشا هي اللي سمحت لي بالانتقال للنادي الهذا الصفاقسي. احنا نلعبوا كل ماتش وماتشور دونك ماشيين تونس باش ننزلوا لي 3 بوان تاعنا ان شاء الله. كاو دونك ربي معنا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نمشيو في النسق هذا البعيد ان شاء الله. Bien sûr, c'est le premier but avant tout, ça me fait énormément plaisir. C'est avant tout un travail de groupe. Maintenant, c'est la troisième victoire. Faut garder avant tout les pieds sur terre. C'est sûr que trois victoires, c'est énorme, c'est bien. Maintenant, il va falloir continuer. Le championnat, il est long et il va falloir bosser. Il y a une bonne ambiance dans le club. Bien sûr, il y a une bonne ambiance. Quand on gagne, il y a tout le temps une bonne ambiance. Il va falloir garder cette ambiance et garder cette bonne atmosphère. Victoire, troisième victoire. Thani mara ya nadi riyadi sfiqsi yrouhou qdam jomhourou yqbel bontou w ba3din yerja fi natija lyouma saraha loulad wraw ma3nitha qouwa shakhsiya kbira thama automatisme kbir bin mlaabiya natija w ada. Alhamdoulillah hada yzon waqt li yebda fama li jouar andhom des repères fixes fi stira هذوك تبدا سورس دو كونفيونس دانسبيراسيون وهذا اللي صار معناتها نتوقع كنا نتوقع مقابله باش تكون صعيبه زيد على ذلك نقبلوا هدف من الخمس دقائق الاولى الحمد لله رجعنا في اون با دوتي وهذا اللي بليز امبورتون سي كون با دوتي رجعنا في المقابله وصلنا 2-1 بريمير ميتون وهذا سيناريو بوزيتيف برشا البوت الثاني فرحان به على خاطر كيما درسنا انه خلينا جونيور كلاعب راس حربه مموه على الرواق حتى يسحب ايزيكال وهو ياخذ البلاصه نتاع ايزيكال وهذاك اللي صار في البوند الثاني والحمد لله. دوزيام ميتون كنا عاقدين العزم باش نعمقوا الفارق طحنا شويه في لي ديشي وهذا شفناه على هذاك قمنا بريكتيفيكاتيف في ميلي تيران وفي الاتاك اللي دخلنا مجدي وبرهان مجدي كان ورا التمريره وبرهان كان ورا البيلانتي 3-1 طمنا على الماتش جو فيليسيت مي جوار نقول لهم فوزيت سيغ اون ديناميك دو ترافاي اللي قاعده تجيب لكم في الريزلتا continuer à travailler. Match stade. Un match difficile avec une équipe qui a mis un point sur trois matchs. Mais c'est l'heure de faire le match. On n'est pas prêt à casser le rythme ou à casser le cycle. Je vais faire le sport, je vais faire le match, le مقابلة نتاعنا باش خذوها من اجل الفوز بعقلية الفائز لكن كما عملنا في المباريات الاخيرة افيك بوكو دو جيستيون دون لو ماتش.